السلام عليكم، أنا محمد من قناة إيفوي. مؤخرا سمعنا الكثير من الإشاعات عن وجود جيل جديد من أجهزة الألعاب قادم في سنة 2018 أو 2019. شفنا بعض الشركات مثل نينتندو تستعجل في إصدار جيل جديد من الأجهزة، وهالشيء كان مع سويتش، ولكن حالة نينتندو مختلفة تماما. فجهاز الوي يو كان ميت حرفيا، الجهاز بالكاد كان يبيع، ومبيعاته ككل ما تعدت 14 مليون وحدة مباعة من يوم تاريخ صدوره في 2018. ومع صدور السويتش وفي خلال سنة تمكن الجهاز من بيع أكثر من 17 مليون وحدة مباعة، والجهاز يقترب من 18 مليون، يعني جاب اللي جاب الويو في 5 سنوات. هالشي يوضح بأن نينتندو اتخذت خطوة إيجابية فعلا في إصدار جيل جديد بعد الويو. ولكن هل نفس هذا الاستعجال مطلوب من سوني ومايكروسوفت؟ هالشي اللي بنتكلم عنه في هذا الفيديو. إذن فلنبدأ. نجاحات سوني مع جهاز بلايستيشن 4 واضحة للعيان. الجهاز تمكن من بيع 79 مليون وحدة، والجهاز ما زال مستمر في تحقيق مبيعات عالية. ولكن مؤخرا سوني طلعت بتوقعات المالية، وهذه التوقعات كانت بأن سوني توقعت بدء انخفاض مبيعات الجهاز ابتداء من هذه السنة، وعلى أن متأكدين بأن الجهاز ما بيموت بهذه السرعة. ولكن سوني عاجلا أم آجلا لازم تنزل جيل جديد من الأجهزة، بالذات مع وجود منافس آخر واللي هي مايكروسوفت، واللي بدأت بالعودة بشكل أفضل من السابق. آخر رقم متوقع من مبيعات الإكس بوكس حسب ويكيبيديا كان ما بين 25 إلى 30 مليون. وهالشيء ينقلنا إلى سؤال، هل ممكن نشوف جيل جديد في 2018 سواء من سوني أو مايكروسوفت؟ الجواب باختصار مستحيل. فالأجهزة ما كملت أصلاً 5 سنوات من يوم ما طلعت للسوق. معظم أجهزة بلايستيشن يكون في فارق 6 سنوات بين كل جيل وآخر، وحتى أن جيل بلايستيشن 3 و4 كان بينهم 7 سنوات. جيل بلايستيشن 4 على وشك أن يكمل 5 سنوات في نوفمبر القادم. بالنسبة للإكس بوكس الوضع شوي مختلف، فأول جهاز إكس بوكس صدر في 2001، وبعدها ب4 سنوات كان إكس بوكس 360، واللي ما شفنا بعد أي جيل لمدة 8 سنوات. باعتقادي مايكروسوفت صارت واكب سوني بشكل أكبر في الأجيال، ولذا غالبا بنشوف الجهازين في نفس السنة. يظل السؤال مرة ثانية، متى ممكن نشوف جيل جديد من أجهزة بلايستيشن أو إكس بوكس؟ واختصار هالشي ما أعتقد يصير قبل على الاقل نهايه 2019. فالاجهزه الحاليه سواء بلايستيشن 4 برو او اكس بوكس 1 اكس على وجه الخصوص هي اجهزه ممتازه وتؤدي الغرض المطلوب منها بامتياز. اسعار هذه الاجهزه ايضا مرتفعه نوعا ما بالنسبه للمستهلك العادي، وتمتلك مكتبه ضخمه من الالعاب، وفي العاب بتنزل في السنوات القادمه، ناهيك عن ان الاكس بوكس 1 اكس كمثال يدعم ال 4K، والبلايستيشن 4 يدعم الاب سكيل 4K. لو كنت تبحث عن نقله نوعيه بين الجيلين ما اعتقد بتحصل هالشيء بعد 2 أو 3 سنوات من صدور أجهزة معدلة تقنيا مثل البرو والإكس، بالذات مع فرق السعر بينها وبين الأجهزة الثانية. في الماضي كان جيل الألعاب الواحد يعيش لعمر أطول، والجهاز يصمد لفترة أطول، وما بكل الأجهزة تصدر منها نسخة معدلة شكليا أو تقنيا. وتلاحظ أن الأجهزة في السابق تكمل 5 سنوات لكنها ما زالت قادرة على الإعطاء وتنزل عليها ألعاب إضافية لسنتين أو 3 سنوات إضافية، فبالتالي عمر الجهاز يطلع 8 سنوات أو 7 سنوات بدون أي مشاكل أو بدون الحاجة لجهاز معدل تقنيا. هالشي كان في الماضي لأن في تلك الفترة البي سي كان محصور على قاعدة معينة من اللاعبين، وعجلة التطور كانت أبطأ، بالذات أن الشركات في هذه الفترة كانت أقل. ولكن هالشي تغير مع ظهور منصات مثل ستيم وأوريجنز ويوب، لا هذه لا تسبق، وايضا ظهور شركات الهاردوير بشكل اكبر، والشركات اللي تطور او تعدل على الهاردوير مثل جيجا بايت واسوس وغيرها، وايضا ظهور منصات اخرى سهلت من عمليه شراء الالعاب واللي تعطيك اسعار قياسيه مستحيل تحصلها في اي منصه ثانيه، او خلنا نقول على الكونسول. نسبه كبيره من الناس منهم انا شخصيا حولوا للبي سي، وصار الكونسول بالنسبه لهم مخصص للحصريات. مساله اصدار جهاز واحد لجيل يمتد ل7 سنوات صارت مساله غير مقبولة، لأن البي سي يتطور بشكل شهري، فكل شهر تقريبا نسمع عن قطعة جديدة أو ميزة جديدة نزلت على البي سي أو تحديث خلنا نقول. وما بكل استوديو مستعد أن يشتغل على كل جهاز بحسب قدراته، أو أن يسوي نسخة من لعبته لكل جهاز. أجهزة الكونسل بالكاد تقدر تمسك 2 سنين مع البي سي، ومع الوقت تلاحظ انخفاض جودة الألعاب على الكونسل مقارنة بالبي سي كل ما تقدمنا في الجيل. لك في ألعاب مثل أوفر واتش أكبر مثال، اللعبة البي سي كانت أن
ينعم واسرع بمراحل، على الرغم من ان اوفرواتش شغاله على 60 فريم مثل ما يقول المطورين، وهذه واحده من الاسباب اللي توضح لك بان من اللازم صدور جهاز في النص يغطي الضعف والفجوه اللي تتكون بين الاجهزه المنزليه والبي سي. اجهزه الكونسل اجهزه قياسيه السعر مقارنه باجهزه البي سي، ولهذا مساله توفير جهاز منزلي بسعر معقول شيء يتطلب دراسات لسنوات علشان تقدر تطلع بشيء مرضي لكل الاطراف. يكفيك بان السعر ارخص كرت شاشه على البي سي يتعدى اسعار الاجهزه المنزليه القياسيه. شفنا في هذا الجيل اهتمام سوني بدعم الفي ار او الواقع الافتراضي، وان اعتبرنا ان هذا الدعم تسليكي بس ما زال في دعم، وما زالت سوني للاسف تزعجنا بالعاب الفي ار التعيسه معك الاي 3 واللي اذكركم بتصير هذه السنه بعد. ولكن مساله اهتمام سوني بالفي ار يعني بان بالغالب بنشوف اجهزه تدعم الفي ار بشكل اكبر تقنيا في المستقبل، فالى الان حتى اجهزه البي سي ما وصلت الى مستوى تقدر تلعب فيه العاب الفي ار بشكل جيد. ما ننسى ان الى الان ما في في ار اصلا جيد في السوق تقدر تشوف منه شيء، فحرفيا اغلب تجارب الفي ار بتلاحظ انها بيكسلز، سواء تكلمنا عن الاوكيلس او البلاي ستيشن في ار او الاتش تي سي فايف او اي جهاز اخر موجود في السوق. وهالشيء اللي ممكن يتغير مع توجه الفي ار الى الفور كي شيئا فشيئا، واللي سمعنا عنه من فتره. واذا كانت سوني ناويه تدعم الفي ار فهذا معناه انها محتاجه تدعم الفور كي، واذا كانت ناويه تدعم الفور كي فهذا بالتالي يتطلب قدرات معالجه هائله. والمنطق يقول ان ممكن نشوف هذه الاشياء بعد سنتين من الان، فحتى لو افترضنا بان سوني ناويه تركز على الفي ار بشكل اكبر مع بلاي ستيشن 5 وتعطي تجارب حقيقيه، بتكون بحاجه الى عتاد تقني افضل. وكمثال سمعنا مؤخرا عن قطعه داخليه تركب في الهاردوير وتحسن من اداء الجهاز مع الفي ار. ما ننسى ايضا بعض المشاكل الاخرى في هذا الجيل مثل سرعه المعالجه في جهاز بلاي ستيشن 4، فعلى ان جهاز بلاي ستيشن 4 جيد تقنيا ولكن الجهاز بحاجه لوقت طويل عشان يقدر يثبت اللعبه، وهذه بحد ذاتها تعتبر مشكله تحتاج الحل. مع ظهور شاشات ال 8K للساحه صار في قابليه اكبر ان نشوف تحول اكبر لل 4K، ولكن هالشيء محتاج لسنتين بالكثير عشان تبدا اسعار الشاشات تصير بمتناول يد المستهلك العادي. وهالشيء صار مع جهاز الاكس بوكس 1 اكس واللي فعليا يركز على ال 4K، فنلاحظ ان هذا الجهاز موجه لشريحه معينه من اللاعبين، واللي هي الشريحه اللي تقدر تدفع للجهاز وللشاشات ال 4K، واللي ما زال سعرها مرتفع نوعا ما بالنسبه للمستهلك العادي. ومساله التحول لهذا المجال معناه انك محتاج تعطي شاشات ال 4K شويه وقت الى ما تبدا اسعارها تقل وتصير مناسبه للسوق. يظل هذه كلها مجرد توقعات ربما تكون صحيحه وربما تكون خاطئه. يمكن المشاكل اللي تكلمت عنها في هذا الفيديو كانت في راس سوني ومايكروسوفت من سنوات وتمكنوا من حلها بارخص تكلفه سوقيه ممكنه، ولهذا ودي اسمع رايك باللي سمعته في هذا الفيديو. هل تشوف ان في امكانيه بوجود جيل جديد في السنتين القادمه، او انك تؤيد وجود جيل جديد في 2020؟ ايضا لا تنسى تشيك على الفيديوهات الموجوده على اليسار، ويعطيكم العافيه ونراكم على خير في فيديو ثاني. في امان الله.